بيبدأ الفيلم مع مايلز لوجان اللص المحترف، وهو بيقوم بعملية سطو مسلح بمساعدة باقي أفراد العصابة بتاعته، وهما إيدي وتولي وديكون. بيكون إيدي وديكون مع مايلز على سطح مبنى وبيحاولوا يقتحموه عشان يسرقوا جوهرة ثمنها 17 مليون دولار، وبيستناهم تولي في العربية عشان يراقب المكان لحد ما يخلصوا سرقة. وبيبدأ مايلز وإيدي يقتحموا المبنى من خلال فتحات التهوية، أما ديكون فبيعطل أجهزة الإنذار وبيراقب المكان من خلال كاميرات المراقبة، وبيفصل الكاميرا بتاعت الأوضة اللي فيها زمايله علشان الأمن ما يشوفهمش، ولما واحد من الأمن بيلاقي الكاميرا مش شغالة بيروح علشان يشوف المشكلة، فبيبلغهم ديكون بتحركاته علشان ياخدوا بالهم، وبيفضل الحارس يقرب منهم لكن على آخر لحظة بيستخبوا قبل ما يشوفهم، ولما بيطمن ان كل حاجة تمام بيرجع مكانه تاني، وساعتها بيكملوا عملية السرقة وبيروحوا للخزنة اللي فيها الجوهرة. وفي نفس الوقت بتكون في دورية شرطة معدية من قدام المبنى، وبيشوفوا عربية تولي وبيلاحظوا انه واقف بقاله مدة طويلة، وده بسبب كمية السجاير المطفية على الارض، فبيقرروا يوقفوا ويفهموا ايه اللي بيحصل. وساعتها بيكون ايدي خلص مهمته وطلع لديكون على السطح، وأول ما ديكون بيشوفه بيصوب عليه بالسلاح وبيتكلم معه وبيعرفه إن 17 مليون قليل جدا على الأربعة، وإنها لو تقسمت على التلاتة هتبقى أحسن وكل واحد هياخد فلوس أكتر. وقتها بيتصدم إيدي جدا، وقبل ما يتكلم بيضربه ديكون بالنار وبيقع من فوق المبنى وبينزل على عربية الشرطة ميت. وساعتها بيهرب تولي من المكان بسرعة قبل ما يتقبض عليه، وبيتكلم ديكون مع مايلز وبيعرفه إن قوات الشرطة محاصرة المكان ولازم يهربوا بسرعة. ولما مايلز بيجي يخرج بيلاقي الحارس قدامه، فبيضربه بالترابيزة وبيطلع على سطح المبنى على طول، وأول ما بيوصل بيهدده ديكون بالسلاح هو كمان، وبيأمره يديله الجوهرة. وساعتها بيفهم مايلز إن ديكون قتل صديقه إيدي، لكن في الوقت ده بتوصل الشرطة، وبيهرب ديكون من خلال حبل متوصل بين المبنى اللي هم فيه ومبنى تاني تحت الإنشاء. ولما بيجي مايلز يهرب وراه بيوجه ديكون السلاح ناحيته علشان يحاول يقتله، وساعتها بيقطع مايلز الحبل على آخر لحظة وبيدخل في دور من أدوار المبنى. ولما بيعرف إن الشرطة محصرة المكان وهيقبضوا عليه بيخبي الماسة في فتحة التهوية، وبعدها الشرطة بتقبض عليه وبيدخل السجن. وبعد سنتين بيتم الإفراج عن مايلز، وبيكون فرحان جدا لأنه أخيرا خرج من السجن وهيقدر يبيع الجوهرة ويبقى غني جدا. وبعدها بيروح مايلز على بيت جينيس حبيبته، وبتفتح له بنت عمها، فبيفتكر مايلز انها جينيس وبيتصدم بسبب ان وزنها زاد خلال فترة سجنه، لكن البنت بتعرفه بنفسها وبتفهمه انها شونا بنت عمها وبتنادي على جينيس. ولما جينيس بتشوف مايلز بتتعامل معه بطريقة مش كويسة وبتتكلم معه وبتعرفه انها مستحيل ترتبط بحرامي كان في السجن، وبتقفل الباب في وشه. وساعتها بيروح مايلز للمبنى اللي خبى فيه الجوهرة، لكن لما بيوصل بيتصدم لأن المبنى بقى مركز للشرطة، وبيضايق جدا لأنه مش بيكون عارف هيدخل ازاي علشان يجيب الجوهرة من جواه، وبيتجيله فكرة وبيتنكر في شكل عامل توصيل بيتزا علشان يقدر يطلع للدور التالت اللي فيه الجوهرة، لكن الحارس بياخد منه البيتزا وبيقول له إن هو لا يوصلها لأن ممنوع أي حد يطلع للدور التالت إلا ضباط الشرطة والمجرمين اللي بيتحقق معاهم. في الوقت ده بيوصل ضابط شرطة اسمه كارلسون، وبيدخل من الباب اللي بيوصل للدور الثالث، فبيروح له مايلز وبيتكلم معاه وبيفهمه ان في طلبية بيتزا لضباط الدور الثالث، وانه خايف يسيب البيتزا مع الحارس علشان ما ياكلهاش، فبيسيبها له هو وبيطلب منه انه يديها لزمايله، وبيخرج على طول من المبنى. وبنكتشف انه قدر يسرق بطاقة دخول الضابط اثناء ما كان بيكلمه، وبعدها بيروح فورا لصاحبه المزور لو وبيطلب منه انه يعمل له شارة وملف ضابط وكارنيه دخول زي بتاع الضابط بالظبط لكن بهوية مختلفة، وبيكون مخطط انه يعمل نفسه ضابط ويدخل مركز الشرطة علشان يجيب الجوهرة بنفسه. وفي الليل بيروح مايلز للفندق اللي قاعد فيه وبيتفرج على فيديوهات للشرطة وبيتمرن على حركاتهم علشان محدش يشك فيه ويكشفه. وفعلا تاني يوم بيروح مركز الشرطة وبينجح انه يدخل من الباب، وبيكون متوتر وخايف ان حد يكشفه، خصوصا انه كان مسجون ووارد ان حد يتعرف عليه. ولما بيروح للمكان اللي فيه فتحة التهوية بيكتشف انه حمام للسيدات، فبيدخل وبيبدأ يفتح فتحة التهوية. وفي الوقت ده بيكون في حرامي هربان وبيدخل يستخبى في الحمام، لكن مايلز بيضربه بالغلط وبيفقد الوعي، وبيدخل الضابط كارلسون ومعاه قوات الشرطة وبيلاقوا مايلز جوه. وساعتها بيجي رئيس الشرطة ريزو وبيلاحظ فتحة التهوية مفتوحة، فبيتكلم مايلز وبيفهمه انه شاف الحرامي كان بيحاول يهرب من خلالها لكن هو قدر يمنعه. ولما بيسأله ريزو هو مين وبيعمل ايه هنا، بيعرفه مايلز ان اسمه مالون وانه محقق جديد لسه منقول لمركز الشرطة. فبيشوف ريزو الملف بتاعه بيلاقي انه مليان انجازات، وساعتها بيطلب منه انه ينضم للضابط كارلسون ويكونوا فريق ومع بعض يقبضوا على المجرمين في الشارع. فبيتفاجئ مايلز وبيعرفه انه عايز يفضل هنا في مركز الشرطة، لكن ريزو بيرفض وبيفهمه ان محقق بانجازاته لازم يكون في الشارع بيقبض على المجرمين. وبعدها بياخدوا كارلسون وبيخرجوا من المركز وبيعرفوا ان جالهم بلاغ سرقة وانهم هيروحوا المكان البلاغ علشان يشوفوا ايه الحكاية. ولما بيروحوا يركبوا العربية بيتلخبط مايلز وبيركب ورا لانه لص ومتعود انه لما بيتقبض عليه بيقعد ورا، لكن ساعتها افتكر انه محقق وركب قدام،
وفي الطريق بيلاحظ مايلز إن كارلسون بيسوق ببطء، فبيطلب منه يزود السرعة لأن بسرعته دي هياخد وقت طويل لحد ما يوصله. لكن كارلسون بيعرفه إنه بيحترم المرور ومستحيل يخالف القانون لأنه شرطي. بعدها بيوصلوا لمكان البلاغ عند مخزن لقطع غيار العربيات، وبيتكلم معاهم صاحب المخزن وبيعرفهم إن الحرامية اقتحموا المكان وسرقوا كمية كبيرة من البضاعة، وإن الشرطة وصلت بعد ساعتين من السرقة بعد ما الحرامية كانوا اختفوا من المكان. ولما بيحلل كارلسون اللي حصل وبيخمن إنهم كسروا الباب ودخلوا المخزن، ساعتها بيتكلم مايلز وبيقطعه وبيفهمه إنهم ما دخلوش من الباب وإنه لو مكان الحرامية كان هيدخل من فتحة السقف. وبيبتدي يحلل اللي حصل بتفكيره لما كان حرامي، وبيستنتج في النهاية إن جهاز الإنذار مش هيعطل من نفسه وإن أكيد في حد طفاه علشان يدي لنفسه وقت للسرقة، وكمان الوقت اللي هيسرقوا فيها الكمية دي من البضاعة هيكون طويل جدا، وعلشان كده البضاعة ما اتنقلتش مكان بعيد وأكيد اتحملت في شاحنة قريبة من الرفوف. وهنا مايلز بيكشف صاحب المخزن وبيتهمه انه هو اللي سرق البضاعة وخباها في الشاحنة بتاعته، وانه عمل كده علشان يستفيد بالتأمين اللي عمله على المخزن. ووقتها بيحذره مايلز انه لو عمل الحركة دي مرة تانية هيعمل له محضر بلاغ كاذب. لما بيرجعوا للعربية بيطلب مايلز من كارلسون إن هو اللي يسوق العربية، وفعلا بيوافق كارلسون وبيدخل وسط العربيات بتهور وبسرعة رهيبة، وبيبدأ يزعق للعربيات اللي حواليه وبيأمرهم يوسعوا الطريق، وبيكون كارلسون خايف ومستغرب من تصرفات مايلز الغريبة. وبعدها بيوصلوا للسوبر ماركت وبينزل مايلز علشان يشتري حاجة يشربها، وفي الوقت ده بتحصل عملية سطو على السوبر ماركت والحرامي بيوجه سلاحه ناحية البياع، لكن البياع بيكون معاه مسدس وبتدور معركة بينه وبين الحرامي، وساعتها بيدخل مايلز وبيحاول يقبض على الحرامي، بس بيتفاجئ ان الحرامي يبقى صاحبه تولي. ولما بيدخل الضابط كارلسون علشان يساعد مايلز بيتكلم مايلز مع تولي وبيطلب منه انه يهرب من الباب الخلفي بسرعة عشان هيتقبض عليه، وبيستغرب تولي من كلام الضابط كارلسون مع مايلز، وبيكون مش فاهم ازاي الضابط بيتكلم مع حرامي كده، وبيكمل تولي هروبه من المكان بسرعة، لكن في النهاية بيتحاصر من الشرطة، وساعتها بينادي على مايلز بس الضباط بيكونوا عارفين ان اسمه مالون. وبعدها بيروح مايلز يتكلم مع تولي وبيعرفه انه محقق شرطة وبيخطط لعملية كبيرة، وانه بوظ له العملية لانه كان هيكشفه، وبيطلب منه انه يسلم نفسه وفي المقابل هيديله 20,000 دولار وهيطلعه من السجن تاني يوم. وفعلا بيوافق تولي وبيقبض عليه مايلز بطريقة عنيفة علشان محدش من الضباط يشك فيه. وفي مركز الشرطة بيحكي كارلسون للضابط عن اللي مايلز عمله وبينبهره بشجاعته، وبيتكلم معاه ريزو وبيعرفه ان بسبب كفاءته وانجازاته قرر انه يعينه رئيس المحققين في قسم السطو. وساعتها بيتفاجئ مايلز وبيبقى مش مصدق اللي بيسمعه. وبعدها بيروح مايلز لفتحات التهوية وبيبدأ يدور على الجوهرة، وبيقدر يوصل للمكان اللي سابها فيه لكن مش بيلاقيها موجودة هناك، فبيفضل يدور في المخارج بتاعت فتحات التهوية يمكن يلاقيها. وساعتها بيجي المحقق هارد وبيسأله عن السبب اللي مخليه يبص على فتحات التهوية، فبيرد عليه مايلز وبيعرفه انه لاحظ ان في تسريب وبيحاول يعرف سببه، فبيعرفه هارد ان في ماسورة مية اتكسرت وغرقت كل فتحات التهوية بالكامل. وقتها بيعرف مايلز ان محدش خد الجوهرة وانها اتحركت من مكانها بسبب اندفاع المية. وفي نفس الوقت ده بيروح ديكون يقابل لو المزور وبيسأله عن مكان مايلز لانه عرف انه خرج من السجن، فبينكر له وبيقول له انه ما شافوش من مده طويله، لكن ديكون بيضربه وبيلاقي نسخه من الكارنيه اللي زوره المايلز، وساعتها بيعرف كل حاجه. وبعدها بيروح مايلز وبيجيب عربيه صغيره وبيحط فيها كاميرا وبيمشيها في فتحات التهويه وبيراقبها باستخدام نظاره في ار، وبيحاول يعرف مكان الجوهره لكنه بالغلط بيدخل غرفه الاجتماعات، وبيبتدي الضباط يسالوه وبيبقى مش فاهم حاجه وبيرد عليهم بشكل مبهم ومش مفهوم علشان ما يبانش انه مش فاهم. وفي نفس الوقت ده بيتكلم هارد مع مايلز وبيعرفه ان تولي عامل فوضى في الزنزانه وطالب يتكلم معاه وبيقول ان عنده معلومات عن سرقه كبيره هتحصل، فبيروح مايلز يحقق معاه وبيتكلم تولي معاه وبيعرفه انه مش عاجبه الاتفاق بتاعهم وانه عايز 50,000 دولار بدل 20,000. وساعتها بيتعصب مايلز وبيضربه، لكن في النهايه بيضطر يوافق علشان تولي ما يتكلمش ويبوظ كل خططه. وبعدها بيجي رساله لمايلز من ديكون بيقول له فيها انه عرف خططه، فبيتضايق مايلز وبيعرف انه لازم يلاقي الجوهره باسرع وقت والا هيتكشف بسبب زمايله اللي بيزاروا واحد ورا التاني، فبيروح فورا لواحده من فتحات التهويه وبيحاول يلاقي الجوهره، وفعلا بيشوفها عند مخرج غرفه الادله. لكن ساعتها بيجي كارلسون وبيتكلم معاه وبيعرفه انه دور على اسمه في كل سجلات الشرطه لكن ما لقاش اي معلومات عنه، وبيطلب منه يفهمه اللي بيحصل حالا. وعلشان مايلز ذكي بيرد على كارلسون وبيفهمه انه شغال مع مركز الاستخبارات السريه وانه جه مركز الشرطه في مهمه سريه للقبض على محققين فاسدين، وبياكد له ان المعلومات دي سريه جدا وان ما ينفعش حد يعرفها، وفعلا بيصدقه كارلسون وبيرجع مكتبه تاني. وقتها بيروح مايلز لغرفة الأدلة علشان يجيب الجوهرة، لكن ساعتها بيجي رئيس الشرطة وبيأمره يروح المطار يحقق في قضية سرقة تحف أثرية كانت رايحة متحف،
ولما مايلز بيوصل المطار بيلاقي العملاء الفيدراليين في كل مكان وبيمنعونه يحقق في القضية إلا لما هم يخلصوا تحقيقهم الأول. فبيمشي مايلز واللي معاه وفي الطريق بيتكلم مع الفريق وبيعرفهم إن العملاء الفيدراليين ما كانوش بيحققوا في قضية سرقة تحف أثرية وإنهم كانوا بيدوروا على المخدرات. فبيستغرب كارلسون وهارد من كلامه لأن الصناديق كان فيها تحف بس، ولأن مايلز مجرم وفاهم طرق التهريب بيشرح لهم طريقة تهريب المخدرات من خلال صناديق التحف الأثرية، وبيفهمهم أن مهربين المخدرات بيستخدموا شاحنات من نوع بي علشان يهربوا بضاعتهم فيها، لأن الشاحنات دي هي الوحيدة اللي مسموح لها تدخل المخازن من غير تفتيش. وساعتها بيبلغوا الدعم الجوي علشان يدور على أي عربية عليها حرف بي، وفعلا بعد شوية بتوصل طيارة هليكوبتر وبتبلغهم إن في عربية بالمواصفات اللي قالوا عليها، فبيتوجهوا ناحيتها فورا وبيطلبوا الدعم. لكن بيرد عليهم عميل فيدرالي وبيؤمرهم يوقفوا اللي بيعملوه. فبيتعصب مايلز وبيؤمر كارلسون وهارد بالهجوم على الشاحنة، وأول ما بيشوفهم السواق بيهرب من المكان وبيروح وراء مايلز وبيطرده لحد ما بيقدر يقبض عليه. وبيطلع إن الشاحنة كان فيها شحنة مخدرات فعلا. ولما بيرجعوا مركز الشرطة بيحاول مايلز إنه يدخل مع المخدرات لأوضة الأدلة علشان يجيب الجوهرة، لكن رئيس الشرطة بيطلب منه يحقق مع المتهمين الأول ويعرف منهم هم شغالين لحساب مين وكانوا واخدين المخدرات دي فين. وفعلا بيبدأ مايلز يحقق مع السواق وبيتعامل معاه بعنف، وفي نفس الوقت ده بيكون كارلسون وهارد بيراقبوا التحقيق. وبيتكلم كارلسون مع هارد وبيعرفوا ان مايلز من الاستخبارات المركزية، لكن هارد بيقول له انه اكيد من المباحث الفيدرالية لانه قدر يعرف مكان المخدرات بسهولة، ده غير انه مسك منصب رئيس المحققين اول ما تعين. وبيتفرجوا عليه وهو بيعذب السواق وبيكونوا فاكرين ان دي طريقة العملاء الفيدراليين في استجواب المجرمين. وبعد ما بيخلص مايلز استجواب السواق وبيعترف بكل حاجة، بيروح مايلز لأوضة الأدلة وبينجح أخيرا انه يلاقي الجوهرة، لكن لسوء حظه الجوهرة بتقع منه بين شحنة المخدرات، ووقتها بيوصل ضباط من المباحث الفيدرالية علشان ياخدوا المخدرات يحللوها. وبيتكلم عميل من المباحث الفيدرالية مع مايلز وبيعرفه ان المخدرات دي تخص تاجر خطير اسمه جالا فلور، وانهم مش عارفين يقبضوا عليه بقالهم 5 سنين. فبيرد عليه مايلز وبيفهمه ان السواق اعترف ان في سواق جديد كان هيستلم منه البضاعة ويوصلها لفلور، وبيقترح عليهم يبدلوا السواق الجديد بشخص من الشرطة، ولما يستلم لفلور البضاعة يقبضوا عليه متلبس. فبيعجب الضابط بالفكرة وبيقرر ان مايلز هو اللي هيروح مكان السواق، وساعتها بيضطر مايلز انه يوافق. وقبل ما يتم تحضيره للعملية بيروح يحرر تولي وبيطلب منه يمشي من المكان حالا قبل ما حد يشوفه. وبعدها رجال الشرطة بيركبوا مايكروفون صغير في لبس مايلز علشان يسمعوا كل حاجة هتحصل. وبيتحرك مايلز بالعربية اللي فيها المخدرات لمكان لفلور، وبتكون المباحث الفيدرالية والشرطة بيراقبوه من بعيد. وأول ما بيوصل بيتفاجئ بتولي داخل على الشاحنة، ولما بيتكلم معاه بيحاول مايلز يسكته علشان ما يسمعوش كلامه من خلال المايك. فجأة بيجي ديكون هو كمان وبياخد منه الجوهرة وبيقطع المايك وبيوجه السلاح ناحيته. وأثناء ما هم بيتكلموا بيلاقوا العربية اترافعت بيهم، وبعد لحظات بتنزل العربية قدام لفلور ورجالته وبيخرج منها مايلز واللي معاه. وساعتها بيحاول مايلز يمثل انه واحد منهم، لكن تولي بيفضحه وبيقوله انه شرطي. فبيختبره لفلور وبيطلب منه انه يقتل ديكون علشان يثبت له انه مش شرطي، لكن لحسن حظ قوات الشرطة بتدخل في آخر لحظة وبيلحقوه، وبتدور حرب قوية بين الشرطة والعصابة. ووسط الضرب بيهرب ديكون بشاحنة ومعاه الجوهرة، فبيركب معاه مايلز قبل ما يهرب وبيطردهم قوات الشرطة وبيحاولوا يوقفوهم. وفجأة بيتعلق مايلز على الشاحنة وبيحاول ان يخلي ديكون يوقف العربية، وفي النهاية بيقع مايلز وبيهرب ديكون للمكسيك. وبعدها بتوصل قوات الشرطة وبيطلب منهم مايلز انهم يطردوا ديكون، لكن رجال الشرطة بيفهموا انهم مش هيقدروا يطردوا ديكون لانه دلوقتي بقى داخل حدود المكسيك وخرج عن سلطتهم. فبيتعصب مايلز وبياخد عربية الشرطة وبيقتحم حدود المكسيك وبيطارد ديكون وبيحاول يضربه بالنار لكن بيفشل، فبيزود سرعة العربية وبيمشي قدامه. وفجأة بيقف مرة واحدة وبتتقلب عربية ديكون لكن مش بيموت، وبيخرج من العربية ومع مسدسه وبيقف هو ومايلز وهم موجهين أسلحتهم لبعض. وبتراقبهم الشرطة من بعيد وبيكونوا مش فاهمين اللي بيحصل، وبيحاول مايلز يقنع ديكون انه يسلم نفسه لان لو تم القبض عليه من الشرطة المكسيكية هيدخل السجون بتاعتهم وهيتعامل معاملة سيئة. فبيرفض في البداية، لكن مايلز بيعرض عليه انه يديله نص حق الجوهرة، وساعتها ديكون بيوافق وبيسلم نفسه. ولما مايلز بيحط الكلبشات في ايده بيطلع ديكون سلاح كان مخبيه وبيستعد علشان يقتل مايلز، لكن مايلز بيطلع سلاحه وبيقتله فورا. وبعدها بيرجع مايلز لقوات الشرطة وبيجي رئيس المباحث الفيدرالية وبيسأل رئيس الشرطة لو كان مايلز تبعهم. فبيأكد له رئيس الشرطة ان مايلز يعتبر رئيس قسم التحقيقات في مركز الشرطة بتاعهم، وساعتها بيقول لهم انه هيفتح تحقيق في التصرف اللي عمله مايلز لانه اخترق حدود المكسيك. وبعد ما بيمشي بيتكلم رئيس الشرطة مع مايلز وبيعرفه انه دور عليه في كل السجلات لكن ملقاش اي معلومات عنه، وبيطلب منه يفهمه اللي بيحصل ويفسر له هو تبع ايه بالظبط.
فبيبص مايلز حواليه وبيتأكد ان العملاء الفيدراليين مشوا، وساعتها بيتكلم مع رئيس الشرطة وبيفهمه انه عميل فيدرالي مكسيكي متخفي. فبيستغرب رئيس الشرطة، لكن كارلسون بيصدق كالعادة وبيفهمه مايلز انه ما كانش ينفع يقول لهم لانه هيكون بيكشف نفسه، وانه اضطر طول الفترة دي يخدعهم علشان ينفذ مهمته، وبينبههم ان محدش يقول حاجة خالص لانه ممكن يتفصل من شغله، وبعدها بيودعهم وبيمشي في اتجاه المكسيك. لكن كارلسون بينادي عليه باسم مايلز وبنعرف انه كشفه، وكان عارف من الاول انه مش ضابط، فبيستغرب مايلز وبيسأله عرف ازاي. فبيبدأ كارلسون يحكي له ازاي قدر يكشفه، وبيعرفه انه لما سمع الاسم بحث عنه وعرف قضية الجوهرة المفقودة، وساعتها حط نفسه مكان مايلز وسأل نفسه لو كان خبى الجوهرة في مبنى والمبنى ده اتقلب مركز شرطة، ايه الطريقة اللي تخليه يدخل وياخد الجوهرة بسهولة؟ ساعتها ملاش غير طريقة واحدة، وهي انتحال شخصية ضابط. وبيأكد له هارد ان اللي عمله جريمة كبيرة ولازم يقبضوا عليه ويتحاكم، لكن كارلسون بيفهموا انهم للاسف مش هيقدروا يقبضوا عليه لانه موجود داخل حدود دوله تانية وما عندهمش سلطه انهم يقبضوا عليه هناك، وكانوا بيضحكوا مع بعض. وساعتها بيعرفوا كارلسون وهارد ان بالرغم اللي حصل الا انهم استمتعوا بالوقت اللي قضوه مع بعض، فبيشكرهم مايلز لانهم سابوه وما قبضوش عليه، وبيدخل المكسيك وهو فرحان ومعاه الجوهره. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقيه الافلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها افلام من الاخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.